دلوقتي يا شباب هنتكلم على النقطة اللي هي اسمها تكتايل ديسكريميشن، اللي هي كانت من ضمن اللي هي أنواع الفاين تاتش. هما الفاين تاتش أربع أنواع، أو هما ثلاثة يعني فعلا، بس هنقول أربعة. المهم اللي هو التكتايل لوكاليزيشن، تكتايل ديسكريميشن اللي هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، واستيريوجنوزيس وتكشر أوبتالي. إيه بقى التكتايل ديسكريميشن اللي بسميها تو بوينت ديسكريميشن؟ اللي قلت لك دي الـ ability of the person to perceive two stimuli applies simultaneously as two separate points of touch. يعني قدرة، بالعربي قدرة الإنسان إن هو يستقبل مؤثرين في نفس الوقت ويحسهم كنقطتين مختلفين. دي بتتم إزاي؟ بتتم بحاجة اسمها الفرجار أو الكامبس، نسميه كامبس تيست. كامبس تيست، بص معايا دلوقتي، يعني مثلا ادى الكامبس اهو، وده هنا مثلا لو انا عملت تيست لمنطقه اللبس، منطقه الشفاه، ف بلاقي الشخص ده بيحس بايه؟ بتو بوينت، يعني تو بوينت في التاتش. هنا لو انا جيت عملت على الباك، هنا الشخص ده حاسس بمين؟ اونلي وان اي وان بوينت. الا يعني التكتايل ديسكريميشن ده بيبقى مور اكوريت او اكثر دقه في منطقه مين؟ التنج واللبس والفينجرز. تنج اللسان، لبس الشفاه، فينجرز اللي هي الاصابع. بينما بيبقى فيري ويك او بور في الباك او في اي منطقه ثانيه بقى خلاف الثلاث مناطق. هنقول ليه بقى اشمعنى؟ المهم دلوقتي هو بيتعامل التست ده ازاي؟ تكتايل ديسكريميشن او تو بوينت ديسكريميشن، هنا بيتعامل بالكامبس. انت بتيجي بالكامبس دوت اللي هو الفرجار ده وتفتحه وتعمل تاتش للسكن، فالمفروض يحس انت طبعا الكامبس بيقول له نقطتين هم، دي نقطه ودي نقطه، تاتش بيحس ان في ايه، ان هو لامس السكن بتاعه نقطتين اللي هم سن الفرجار يعني. طيب عظيم. فانت بتنك تقلل انت وسعت المسافه مثلا، وبعد كده تقلل لحد ما يجي في مسافه معينه لو قللت عنها التو هيبقوا 1. دي بنسميها ثريشولد ديستانس. ايه هي بقى الثريشولد ديستانس؟ المسافه اللي هي ما بين النقطتين، اللي هي لو جيت قللت عنها هحس الاثنين كانهم مين؟ التو هيبقوا كانهم 1. دي اسمها ثريشولد ديستانس. والثريشولد ديستانس دي بتختلف من مكان لمكان، يعني مثلا مثلا الثريشولد ديستانس هتلاقي عندك اهوت في اللبس مثلا او في الطنج 1 مليمتر او 2 مليمتر، بينما في الباك بتاع الترنج في الباك تبقى توصل ب 65 او 70 مليمتر. 70 مليمتر يعني 7 سم، يعني تقول لي ايه ده حمار ما تحسش يعني؟ لا، ما انت بتعمل تاتش خفيف ومش بتخرم السكين بتاعه، يعني مش بتخرم السكين بتاعه. ده نتيجه ايه بقى؟ ليه هنا الاحساس هنا عالي جدا؟ بنسميها الاكيورسي اوف سنسيشن او الاكيوتي اللي هي حده الاحساس عاليه جدا في الفينجرز واللبس والتانج، بينما هنا فيري ويك. ليه بقى؟ قال لك ما هو في عوامل بقى بتحدد التكتايل ديسكريميشن اللي هو الاكيورسي اللي هي الدقه بتاعها. ايه العوامل دي اللي بتقول امتى اقول والله امتى الثريشولد ديستانس دي تكون قليله جدا، 2 مليمتر او 3 مليمتر او كذا؟ ده بيعتمد على ثلاث حاجات، افهم معايا كده. يعني هنا بقى ده مثال، او ده الرسمه دي بتقول لك ايه هم التو بوينت. مثلا بتلاقي مثلا ده من اول زيرو لحد 50 مليمتر، 50 مليمتر ماشي، دي اللي هي الثريشولد ديستانس. بتلاقي في الفينجرز حوالي كام؟ مثلا تبدا فينجر حوالي مثلا يعني 5 ملم او كده، في الثمب مثلا، في الفينجر فوق خالص، في الثمب في صباعك يعني، بتلاقي حوالي 2 او 3. البالم الريست تزيد بقى، كل ما تبعد عن الفينجرز كل ما تلاقي مين؟ التو بوينت ديسكريميشن ده او الثريشولد ديستنس دي بتزيد، توصل لحد فين بقى؟ شوف لو الشولدر مثلا او الباك ممكن توصل ب 50 مليمتر. 50 مليمتر. طيب ده بيعتمد على ايه بقى؟ افهم معايا الحته دي مهمه جدا. حده هذا الاحساس اللي هو التو بوينت، ازاي احس التو كانهم تو وليس كوان؟ دي بتعتمد على ثلاث حاجات. تعتمد ان منطقه السكن اللي بعمل لها تيست ديت لازم يكون فيها مور ريسبتورز. ثانيا يكون في مور افرنت نيورونز.
يكون المنطقه اللي بعمل لها تيست دي يكون ريبريزنتد في البرين، يعني ممثله في البرين بمنطقه كل جسمك. احنا هتفهم الحته دي بعدين، بس بنقولها دلوقتي. كل منطقه يعني من السكن في جسمك متمثله باريا في البرين، والاريا في البرين اللي هي متمثله فيها السكن اريا لا تعتمد على مساحه السكن بتاع المنطقه. يعني مثلا انت عندك الترانك ده، مثلا الترانك ده اللي هو الجذع ده متمثل باريا صغيره جدا بس، بينما الفينجرز واللبس متمثله باريا مين؟ باريا اكبر. خلاص دي عامله زي ايه مثلا؟ حسب الاهميه. يعني مثلا مين اللي بتقوم بحركات ماهره؟ هل هي الفينجرز ولا الترانك؟ الفينجرز طبعا، اللي بتكتب بيها، تلعب بها بيانو، تكتب ترسم مش عارف ايه، تعمل تايبنج بالكمبيوتر، ايدك هي اللي شغاله، ايدك هي اللي شغاله مش بشكل. عشان كده الايد الفينجرز صوابعك قصدي متمثله باريا كبيره، وفي البرين ودي متمثله باريا صغيره، ودي قلنا برضه هناخدها بعدين هوريها لك يعني. فدي عامله زي ايه بقى عشان تفهمها كده؟ عامله زي مجلس الشعب. مجلس الشعب او مجلس النواب بتلاقي مثلا كل محافظه، مثلا اتكلم على القاهره مثلا عندنا، او الاسكندريه او المرسى مطروح او كذا، كل محافظه لها عدد نواب في مجلس الايه؟ في مجلس الشعب او مجلس النواب. هتلاقي مثلا منطقه زي المطروح مثلا، المطروح دي تعتبر ربع مصر مثلا، ولكن بتتمثل في مجلس النواب باثنين نواب، بينما عندك منطقه زي القاهره بتمثل بيها حوالي 50 او 60 نائب. ليه بقى؟ حسب الحيويه. يعني هل القاهره الحيويه بتاعتها هتيجي زي الحيويه بتاعت مرسى مطروح؟ لا طبعا. فكل ما كانت المنطقه دي لها اهميه، كل ما تمثل في البريم بدرجه ايه؟ اعلى. المهم علشان الاحساس ده يكون دقيق، التو السمراي وكاتو قال لك لازم الاعصاب تكون كتيره اللي هي بتنقل، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه كونفرجنس. يعني ايه كونفرجنس؟ افرض ان هنا الريسبتورز ماشي، عملت استيميشن النقطه دي وعملت استيميشن النقطه دي، بس الاثنين هتحسهم كان واحد. ليه بقى؟ لان العصب من هنا والعصب من هنا تلاقوا، كونفرجنس معناها تلاقي. ماشي طيب، افرض مثلا ان هي متمثله بمنطقه الترانك دي متمثله بإيريا صغيره، ماشي عملت سيمشن النقطه دي والنقطه دي، ولكن هي راحت لنقطه واحده في البرين، وبالتالي التوستم رهيب وتو العكس هنا. يبقى اذا حده هذا الاحساس تعتمد على ان لازم يكون المنطقه السكان فيها ريسبتورز كتيره، فيها اعصاب كتيره، نيرونز كتيره، ما فيهاش كونفرجنس ليز كونفرجنس، ووايد اريا اوف ريبريزنتيشن بتمثل بجزء كبير في السكين اريا متمثله بجزء كبير. هتفهم انت بعد كده يعني ايه حكايه ريسبت فيلم دي، هتفهم لك بعدين. نيجي بعد كده، ده مثال اهو، ده الفرجار اهو، شوف على الطنج الثريشولد ديستانس واحد تقريبا او واحد واحد من 10 ملم، على الفينجر حوالي 3 أو 2، شوف الباك بتاع الهاند 8، في الترانك مثلا اهو ورا ظهرك اهو، شوف بقى من كام؟ من 35 ل 45 ملم. طيب في حاجه تانية بقى مهمه جدا، ودي جديده على فكره اول مره نشرحها، حاجه برضو دي هي اللي بتدي دقه الاحساس بتاع التو بوينت ديسكريميشن، ده يستقبل تو كتو. ماشي، في حاجه اسمها لاترال انهبيشن. يعني ايه لاترال انهبيشن؟ من 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 عنوانها كده، لاترال يعني جانب، وانهبيشن معناها تثبيط، تثبيط جانبي. هتقول لي برضه مش فاهم حاجه. طيب بص يا سيدي، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك دي فينومينال، الظاهره اللي بيبقى فيها السترونجر انبوت are enhanced and the weaker input of adjacent sensory unit are simultaneously inhibited. معناها ايه الكلمه دي؟ الكلمه دي بيقول لك ان هي القوي سوف يقوى، بمعناها يعني اللغه العربيه القوي سوف يقوى والضعيف سوف يموت، وهي دي حتى سنه الحياه، دائما القوي بقل الاصلح، القوي هو اللي ايه؟ اللي بيصير، والضعيف بينتهي بيموت. ماشي، stronger input are enhanced تقوى يعني، and weaker input adjacent to the unit are simultaneously inhibited، يعني simultaneously في نفس الوقت. هتقول لي انا مش فاهم حاجه، بص معايا يا سيدي، بص معايا هنا، في انت عندك هنا ده السكان اهو، ده السكان، وده عندك بن، ده بوست. ماشي، وده البن اللي هو الستيمولس، الاشارات العصبيه علشان توصل تحس بشكل دبوس بتمشي في نيورونز، ثلاث انواع من النيورونز، حاجه اسمها برايمري نيورون هنشرحها بعدين ان شاء الله، حاجه اسمها سكندري نيورون، حاجه اسمها تيرشري نيورون، لحد ما توصل لمين؟ توصل للبرين.
كان معايا بقى، يبقى ثلاث انواع منين؟ او المسار ده عباره عن ثلاث اعصاب ورا بعض، حاجه اسمها برايمري سنسوري نيورون، سكند كده. اللي حصل ايه بقى دلوقتي؟ شكل الدبوس دي لما عملت ضغط على السكن، ف القوه المؤثر دوت كانت مأثره بدرجه كبيره على النيورون رقم بي، بينما ويك ويك افكت او الاستيمولوس كان ويك، كان ضعيف فين؟ عند النيورون رقم A وعند النيورون رقم C. طب انا عايز احدد مكان الشكه بالظبط، قال لك يبقى مفيش داعي لازم الـ A والـ B يموتوا، يعني ايه؟ ما يبعتوش اشارات، لان لو بعتوا اشارات مع الـ B لما كده الـ Brain ما هوش عارف هي النقطه دي ولا النقطه دي ولا النقطه دي، فاهم؟ فايه اللي حصل بقى؟ الاستيمولس اللي هو النيورون اللي هو اسف النيورون اللي هو قريب قوي من الاستيمولس اللي هو حصل له سترونجر ستيميليشن، والنيورونز الثانيه اللي هي في اللاترال يعني اللاترال دي اللي هو الاي والسي دي حصلها برضه ستيميوليشن، بس ويك ستيميوليشن. لابد ان نعمل لها مين؟ القوي هيثبط الضعيف. ازاي بقى؟ شوف بقى النيورون بي طلع نيورو ترانسميترز كتيره اللي هي النقطه الزرقاء دي، النيورون سي طلع برضه، النيورون اي طلع ترانسميتر. فحصل دلوقتي سوليوشن لمين؟ للسكندري نيورونز. ايه اللي حصل بقى؟ السكندري نيورونز بتاع اللي هو بتاع البي طلع كولاترال، الكولاترال دي عملت انهبيشن لللاترال يعني للي حواليه، لده اللي هو للسي وللاي، ولما عمل له انهبيشن اللي هي بنسميها بري سينابتيك انهبيشن، فبالتالي الاشاره العصبيه هتمشي في مين؟ هتمشي في النيورون بي، وبالتالي هقدر احدد مكان مين؟ مكان الاستيمولس دق. اذا التكتايل ديسكريميشن ده برضه بيعتمد على، وده سؤال ممكن يجيبه في الامتحان، بيعتمد على حاجه اسمها لاترال انهيبيشن. لاترال انهيبيشن. شكرا.